طرا اكثر 40 عام وهو عندنا كيحفر، فما كاين سوى في آلة حديثة وراوها لينا باش نقدوا هذا الدري. المغرب لا يتوفر على وسائل حديثة ولا يتوفر على رجال الوقاية المدنية اللي عندهم كفاءة عالية، وفي الاخر با عليه هو اللي استعنوا غير با عليه هو اللي كيحفر، با عليه قرا في اوروبا. المغرب يكون عنده كفاءة ما غيعتمد على با عليه، يجيب ناس خبرة اللي هما كاينين عندنا في العسكر وفي الجدارمية وكذا، ولكن ما باقي ناقصين بزاف. ومن بعد الى حركتي جبل وكين كانت عندك وسائل حديثه ما غاديش تحرك داك الجبل، غتقب غير مترو على مترو غتجبد داك الدري. ما عندناش الالات المتطوره الحديثه، لا ما قادينش الناطق الرسمي باسم الحكومه، ما عندناش خبره. انا غنقولها ما عندناش حتى الوقايه المدنيه اللي عندهم كفاءه. والاسر المغربيه ماشي غير طاح حدا في البير كاع ولادنا غادي يطيحوا في البير، هذا قضاء الله، قضاء وكان امر الله قدرا مقدورا. راه كاين اللي عنده الدار فيها زوج طاز وما دارت ليها الستره، وكيطلعوا الدراري وما عمر حتى واحد طاح، وسيلا طاح في واحد من الستره نقولوا العباد الله ردوا بالكم طلعوا الستره. هذا قضاء الله وقدره، غير هو هذا رب ضاره نافعه. الا ما عنديش الكفاءه راه الكفاءه هي كل شيء، الكفاءة والمعرفة والخبرة هي كل شيء. دخل بالفاس. غادي نبقاو ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال. المغرب بحال قلتي افتضح في هذا ديال الريان، ما عندناش، طرا أكثر 40 عام وهو عندنا كيحفر. فما كاينش سوى في آلة حديثة وراوها لينا باش نقدوا هذا الدري. المغرب لا يتوفر على وسائل حديثة ولا يتوفر على رجال الوقاية المدنية اللي عندهم كفاءة عالية. ومن بعد الى حركتي جبل وكين كانت عندك وسائل حديثه ما غاديش تحرك داك الجبل، غتقب غير مترو على مترو غتجبد داك الدري. ما عندناش الالات المتطوره الحديثه، وينبغي ان يكون علما بان الميزانيه ديال الامن وديال الوقايه المدنيه وديال الناس ديال الجيني ديال الجنود راه حتى واحد ما كينقصها في البرلمان. راه الا مشات الناس ديال الجيني والناس ديال القوات المساعده ولا الناس عفوا الناس الوقايه المدنيه وبغاو يقتنيوا في اله اللي غادي تنقذوا بها الناس، راه حتى واحد ما غيعارض الميزانيه ديال الالات، بمعنى ان الفلوس كانت غير في الخوا الخاوي، والاليات اللي كتنفع المواطن ما كايناش، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ما قادينش الناطق الرسمي باسم الحكومه، ما عندناش خبره. انا غنقولها ما عندناش حتى الوقايه المدنيه اللي عندهم كفاءه، عطيونا الناس اللي كتكونوهم، كطلبوا غير الطول طلب بك صاحبي في الوقايه المدنيه، اعطيني شي واحد اسيدي الناس عندهم كفاءه في هذا الشيء ديال الجيولوجيا، ما كاينش ابدا ابدا. خصنا نصعبوا الامتحانات على الوقايه المدنيه وخصنا نطوروا الشباب ديال الوقايه المدنيه، اما غير بك صاحبي عنده الطول متر و70 دخلوا الوقايه المدنيه دخلوا البوليس، فين هي الكفاءه؟ فين هما هاد الناس المسؤولين اللي معلقين يوطنوا كولونير ديال الوقايه المدنيه؟ اعطينا واش عندهم شي كفاءه، فين قراو؟ فين قراو؟ هذا هو الذي يؤسفنا، ونقول هذا الكلام كله غيرة على وطننا وعلى شعبنا. ومع كامل الأسف الذي يؤسفنا أن الملك تدخل وليست وسائل حديثة تنقذ هذا الطفل. إذا تدخل الملك القوة محطوطة تما والوقاية المدنية والناس اللي عنده ثقة في هذا، وفي الأخر با عليه هو اللي استعنوا غير با عليه هو اللي كيحفر، با عليه قرا في أوروبا. المغرب يكون عنده كفاءة ما غيعتمد على با عليه، يجيب ناس خبرة اللي هما كاينين عندنا في العسكر وفي الجدارمية وكذا، ولكن ما باقي ناقصين بزاف بكل صراحة. هذا ليس بغريب في هذه الساحة، هذا ليس غريب، وكين كانت الإنسانية كاع في هذه القنوات الحرة كاع اللي تابعوا القضية دريان كل واحد منهم يتضامنوا معاه. جميع القنوات بغاو غير البوز وكيستغلوا هذا الوضع باش تكون عندهم كثرة المشاهدة، لكن مع كامل الأسف من باب الإنسانية أي كل قناة دخلات في تغطية ريان خصهم يدعموا خصهم يعاونوا بشي بركة إذا كانت الإنسانية. ولله ما أخذ وله ما أعطى، والإنسان أن يفقد فلذتك بيده ليس من السهل، وخير دليل وخير سنة الحياة هي هذه، ضروري من الفرق. الرسالة للمدير العام للوقاية المدنية المغرب، يجب على الوقاية المدنية المغربية أن تراجع أوراقها وتشوف الآليات اللي عندها باش كتقي المنمية، يجب على الوقاية المدنية المغربية تراجع الأوراق ديالها وتكون لنا رجال أبطال وتجيبهم لنا، واخا تعرف تكون تخرجهم من برا وتجيبهم لنا باش يحميوا هذا الوطن. راه العبرة ليست أننا كما قلت قبيلة أنه يبقى يهزتي ويبقى يطفي وتكون عنده الكفاءة ديال إنقاذ الغارق أو الحريق، لا، حتى هذه الأمور ديال الهدم ينبغي أننا ندير لها فرقة خاصة ديال هذا الشيء ديال الهدم تابعة للوقاية المدنية، وكل مدينة يكونوا عناصر ديال خاص بهذا الشيء ديال الهدم وديال الزلازل وديال الحفر باش يحميوا أبناء هذا الوطن. راه ميزانية كتصرف ولكن كتصرف غير في الخوا الخاوي.
أموال طائلة تصرف في الوقاية المدنية الداخلية للجنود الأمن الوطني، لكن ينبغي أن لا أحد يحاسبنا، فينبغي أننا نستعن بآلات حديثة وبرجال أكفاء لغاية يحميوا أبناء هذا الوطن. بخصوص الطفل ريان، ريانات ماتوا قبل ريان، لكن لم يساعدهم الحظ انهم وسائل التواصل الاجتماعي انها تنقلهم، وبحكم ما تنقلت للراي العام القضيه ديال ريان. لكن السؤال المطروح هو مع كامل الاسف ان رجال الوقايه المدنيه المغربيه ليست لديهم كفاءه عاليه. خير دليل هو اننا ملي كنبغيو نكونوا الحراس ديال الامراء وديال الشخصيات البارزه وديال الضيوف السامين اللي كيجيو في المغرب، كنديوهم كنكونوهم في فرنسا. وسكينين في ناس ديال الوقايه المدنيه المغربيه كنديوهم نكونوهم في فرنسا؟ اكيد ان الجواب لا. ثم القضيه الثانيه هو ينبغي هذا ناخذ الدرس ان الوقايه المدنيه هذا الدور ديال الوقايه المدنيه ولا الدور ديال رجال النظافه، بمعنى ان حتى الناس ديال الوقايه المدنيه المغربيه ليس لديهم كفاءه عاليه. واقولها مدويه، الحراس ديال الملوك وديال الامراء كنمشيو نكونوهم في فرنسا لانهم غيحميو الامراء والملوك، ولكن الوقايه المدنيه ما كنكونوهمش في فرنسا باش يحميو المواطن. هذا هو السؤال المطروح. تبع الاحداث، المغرب لا يتوفر على امكانيات وعلى اليات حديثه من اجل تامين المواطن. جميع الاليات اللي كنكونوها راه كتكون غير من اجل حمايه الشخصيات. اما خمسه ايام عاد نجبدوا الدري، هذا دليل على ان لا نملك اليات حديثه. نبقاو نحفروا النص ديال الجبل. لو كانت آلية حديثة أو روبو أو آلات، لو كان غير اتصلنا بأحد الدول المجاورة إسبانيا أو فرنسا لحماو هذا الدري. فمرة أخرى، الوقاية المدنية لا تتكون خارج المغرب من أجل حماية المواطن. الأمن الوطني والحراس يتكونون خارج المغرب من أجل حماية الشخصيات، لكن المواطن عند الله سبحانه وتعالى. الوفاة ديالو عندنا قبل بليلة من الجمعة، وعندنا إحساس فهمتي بان لان اخر خبر هو انه ما بقاش كيتحرك. ف اكيد انه مات في الجمعه في الليل، حنا متبعين الاحداث، لكن الداخليه خدمات الخدمه ديالها حتى مع من بعد العصر. حنا نتابع الحدث عن كثب ونتابع الجزيره ملي كيزوموا على رجال الوقايه المدنيه ابتداء من الاذان ديال العصر، وكنشوفوا رجال الوقايه المدنيه راه مريحين جالسين، بمعنى ان كاينه واحد البروده، كاين واحد الفشل، والدري ما خرجوه حتى العشاء والوفاة ديالو. فالقضيه ليست ان يخرج حيا او ميتا، راه كاينين كما قلت انفا كاينين الناس قبال منه ماتوا وتا واحد مدها فيهم، غير ريان حسن الحظ ديالو ان الصوره ديالو والقصه ديالو وصلت للعالم. ومع كامل الاسف القناه الثانيه والاولى والميديا لم يتابعوا مباشره، وكنحيوا قناه العربيه اللي تابعت القضيه عن كثب وقناه الجزيره، لكن المغربيه ما عطاتش والثانيه ما عطاتش واحد الاهتمام بحال اللي عطاتو القنوات الاجنبيه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.